بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هنتكلم مع حضرتك عن موضوع شديد الاهميه اللي هو موضوع البرونكيال ازمه او اللي بنسميها بالعربي كده حساسيه الصدر او الناس كده عامه بيقول لك عليها الربوه الشعبي. طيب تعالى نتكلم بس كده بالراحه ونفهم هو ايه الحوار بالظبط. الفكره في البدايه كده خالص لو انت عايز تشوف الطفل بتاعك جاي لك ايه وانا رتب ترتيبها بس معلش مختلفه شويه عن اللي بتبقى موجوده عند حضرتك عشان بس تبقى فاهم مش حافظه. هو الطفل السيمبتومز بتاعت اللي جايه ازاي وبعدين يبقى نفهم المرض جه منين. هو العيان من الاخر افتكر الشكل اللي انا هعمله لك ده المابنج ده اللي انت بتعمله ده مهم جدا عشان تفتكر بيه في الامتحانات. افتكر هذا المنظر. العيل جاي بثلاث حاجات وبسال انا على حاجتين. الواد جاي بكح عنده كح كف وعنده ديزني يعني بينهج وعنده ويز يعني بيزيق. فاكر انت الويز ده بتاع اول فيديو؟ اهو اللي هو النفس كان داخل كويس وطالع بيزيق زي صوت البالونه او زي صوت ايه كده. فالراجل جايب ثلاث حاجات بيكح وبينهج وبيزيق. بيكح وبينهج وبيزيق حلو. بس الكحه بتاعته دي غالبا بتزيد ات نايت بتزيد بالليل او بتزيد في الايرلي مورنينج. في الايرلي مورنينج يعني بتظهر بدري كده الصبح حلو. والويز او الاعراض عموما اعراض ريكرنت مش اول مره تجيله. والطفل اللي جاي لك فوق السنه يعني غالبا بيبقى اكتر من سنه الى خمس سنين من سنه لخمس سنوات. حاله البرونكيا الازمه تتشخص على فكره مش بالانفستيجيشن قد ما هي بالكلينيك. يبقى انا بس عشان اريح دماغي انا واد جاي لي فوق السنه في الغالب يعني من سنه لخمس سنين كده والواد ده جاي لي بريكرنت ثلاث حاجات بالبيت. ايه الثلاث حاجات اللي بالبيت؟ بيكح وبينهج وبيزيق. فانا لما شفت السيناريو ده كده بدات اسال او بدات اشك ان دي حاله برونكيا الازمه. فعشان اتاكد سالت في حاجتين. سالت يا دكتور على حاجه اللي هي قاعده المرض نفسه. هو المرض ده عشان يحصل هو ده مش عنده ده غالبا بيكون حاجه كده فاميلي هيستوري يعني حاجه جينيتك يعني حاجه وراثيه. فبدات اسال كده على جينيتك اليمنت. يعني ايه جينيتك اليمنت؟ يعني بدات اسال عن اي حد في العيله كان عنده اتوبي عشان بس تبقى فاهم الكلام اللي مكتوب. هو يعني ايه اتوبي؟ يعني حد في العيله كان عنده حساسيه. هو ده غالب في السؤال. هو الحساسيه دي بتبقى اشكال كتيره جدا. يعني عند مثلا امه عندها حساسيه تقول لك لا. طب اسالها كده لما بتلبسي مثلا الدبله او الخاتم بتاعك ايدك ما بتاكلكيش. لما بتلبسي مثلا ايه ذهب صيني والكلام اللي هو اي كلام يعني اي اكسسوار جلد كده ما يفهمش تقول لك انا لبست العقد وكنت باكل فيه. ما دي حساسيه. هي حساسيه الجلد واحده بتغسل ايدها في الكلور في ايدها في الكلور بتبقى مولعه نار. ما دي حساسيه. اذا الادبي ده ممكن يكون حساسيه جلد ممكن يكون حساسيه صدر. جده كان عنده مثلا اصلا برونكيا الازمه فهو ورثها منه. ماشي حسيت اي حاجه ايا كان نوع الحساسيه بلاش. ابوه عنده ايه؟ ابوه عنده جيوب انفيه التهابات في الجيوب الانفيه الرجيك راينايتس. ما دي الرجي. اذا ممكن الالرج ده يتورث للطفل من ايا كانت صورته الى الطفل بشكل برونكيا الازمه. يبقى انا بسال على حته الادب على جينيتك ايه؟ امتى؟ والولد ده هيتعرض قريبا الى انفايرومنتال فاكتور ولا لا؟ يعني ايه انفايرومنتال فاكتور؟ ما انا هشوف كمان شويه كده ان عيل عنده جينيتك ايه وما عندوش اي مشاكل دايما خالص والدنيا زي الفل. هي الفكره؟ الواد لازم يتعرض لحاجه تستثير هذا الجينيتك اليمنت اللي عنده. فالحاجه دي قد تكون حاجه اليرجيك وقد تكون عنصر نون اليرجيك. افهم بس الكلام هتلاقي الموضوع سهل. انما الحفظ رخم. ايه الاليرجيك اليمنت؟ الواد اكل وشرب انت او اكل ونفس عموما يعني. ست بسم الله ما شاء الله انت عارف دخلت العيد وكل سنه وانت طيب وكده. فتلاقي الست ماسكه السجاد وبتنفض وقلب البيت من فوق لتحت وعناكب فوق وبص زواحف من تحت. فالولد اتعرض في نفسه للدست تراب قاعد بينضف مع امه. وابوه بره قاعد بيعمل ايه؟ لابس الفانيلا كده وقاعد بيشرب سيجارتين وسموكينج. وبعد ما خلصوا كده الست قامت جايبه شويه بيرفيوم كده وقامت رشه بقى لزوم العيد بقى وكلام من ده وقامت بخه بخيلين في الجو كده مرشه بقى ايه؟ جاز ولا اي حاجه كده في الجو عشان تبطئ في القعده. فقالوا الحوار ايه؟ الواد شم حاجات بوظت الدنيا. طب الاكل؟ عارف انت السيناريو بتاع يا دكتور ده اللي هو ايه؟ ممنوع السمك والفراوله والشوكولاته والحاجات اللي بتعمل حساسيات. هو سؤال دكتور هو الحاجات دي مفيش غيرها؟
لا بس دي الحاجات الشائعه بين الناس. يعني الدكتور كان غلطان لما يقول لك خلي بالك من السمك الفراوله البتاع. لو تفتكر في موضوع الويننج وانت بتعمل فطام للطفل، هل انت كنت بتدخل كل انواع الاكل للطفل مره واحده؟ لا طبعا، ده انت كنت بتديله 3 ايام وبعدين تدخل له نوع ثاني بعد 3 ايام وهكذا. ليه؟ عشان انا لو اديته سمك دلوقتي وحصل له بقى حساسيه وبدا ياكل في ايديه بقى وبتورم او كرشه نفس ومش قادر يتنفس، يبقى الواد ده كان الانفايرمنتال فاكتور بتاعه كان السمك. جيت بعد يومين دخلت له فراوله حصل نفس القصه، فعنده حساسيه فراوله، عنده حساسيه شوكولاته، عنده حساسيه موز، فعلا بقى عنده حساسيه حاجات غريبه جدا لا تتخيل. ولكن احنا بنتكلم عن حاجات الدرجه اللي مش هقدر اجربها لكل انواع الاكل اللي في الدنيا. فالشاهد الثاني في الموضوع اذا الحاجات الانفايرمنتال فاكتور يا اكل ايه؟ يا نفس يا من هنا يا من هنا. حلو. طب النون الرجيك يعني الواد اتعرض لايه في الفتره دي؟ حصل له اكسبوجر مثلا للكولد، ده مشهور جدا من اشهر الفترات اللي هتشوف فيها حالات جايه لك اصلا بالكونكت لازمه في حاله الشتاء. اشمعنى في الشتاء؟ فانا متعرض للبتاع للكولد ده الصدمه تكون قاعد في البيت من دافي تحت البطانيه وبعدين هو نزلناه المدرسه او نزلناه الحضانه فخد لفحه هواء، لفحه الهواء دي او التعرض للكولد ده بيعتبر ايرليتنت ريجينتيك اليمنت اللي عنده فيبدا يقلب بالحرب. الولد اتعرض لانفكشن وخصوصا الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. لو انت فاكر اول فيديو لما شرحنا كام موضوع كده ما يكونش لازمه بتوع الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، قلت لك دول كلهم بيقلبوا بلوبر ريسبيراتوري تراكت او بيعملوا ايرليتيشن لو انت فاكر لمين؟ برونكيا الازمة عايش تسلم. او لو حضرتك كمان ممكن عرضت الولد ده واديته اسبرين. فاكر لما كنا بنقول ده لما تدي انتي بايوتيك بلاش تدي الولد اسبرين، لان لو الولد عنده جينيتك اليمنت الاسبرين من الحاجات اللي هتعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن اصلا فالدنيا مش ناقصه. يبقى انا بس عشان افهم السيناريو، الولد جاي لي ايه؟ عيل داخل عندي العياده سنه من سنه 5 سنين، امه بتقول ان هو عنده ايه؟ 3 بالدائق، هو بيكح وبينهج وبيزيق. فبسالها يا ماما الموضوع ده مكرر عليه؟ قالت ان بيجي له كتير قوي، ده بيتعب كتير قوي نفس التعب ده. حلو. بدات تسال على الحاجتين الاساسيين، الواد ده حد في عيلته عنده اتوبي باي شكل كان؟ هل الواد اتعرض لانفيرمنتال فاكتور ولا لا؟ حلو. فادي منظر الطفل بتاعك اللي جاي لك بالظبط، اذا ما تنساش هذا الهرم وقاعده الهرم او قاعده المرض اللي هما السؤالين اللي حضرتك بتسال عليهم. طيب عشان اقدر اطلع بعد كده، انت بص انت بتطلع، انت المفروض ما بتذاكرش، انت بتطلع. عشان اقدر اطلع بقى ساينس وعشان اقدر افتح معاك مثلا على انفستيجيشن وبعدين عشان نبدا ندخل بعد كده في تريتمنت ونبدا نفهم بعض، الحوارات دي مش هتتفهم الا لو حضرتك فهمت الباثوفيسيولوجي بتاع هذا المرض. الباثوجينيسيس لو جه ازاي الفيديو خلص. هو سهل جدا اعمله بطريقه بسيطه قوي. بص يا باشا، عيل كان عنده جينيتك اليمنت، خلينا نكتب بنفس الالوان عشان تبقى انت ايه الامور واضحه بالنسبه لك. عيل عنده جينيتك اليمنت والعلم كده معطوه صغيره ان هذا الجينيتك اليمنت بيعمل دايما برونكو كونستريكشن، يعني بيشغل السمباثيتك ولا الباراسمباثيتك؟ وانت رايح تنام بتشغل الباراسمباثيتك، فالباراسمباثيتك بيعمل برونكو كونستريكشن. فدايما الواد اللي عنده جينيتك اليمنت ده الوراثي ده دايما بيكون عنده الباراسمباثيتك هو اللي عنده. ماشي، هنحتاج للنقطه دي كمان شويه. النقطة الثانية، الواد اتعرض لانفايرمنتال فاكتور. فعيل عنده استعداد وراثة اتعرض لانفايرمنتال فاكتور، ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا حاجة. الجسم ببساطة شديدة هيبدأ يكون الاميون جلوبيولين اي. قشطة. طيب، ميونوجلوبيولين ده هيعمل ايه؟ ميونوجلوبيولين اي ده بيروح للخلايا بتاعت الماست سيلز ويفتحها. بيروح للخلايا اللي هي اسمها ماست سيلز ديت ويبدأ معاه يشتغل على السيمتومز اللي فيها ويفتحها. طب ولما يفتحها دي هتتنيل تخرج ايه؟ دي بتخرج من جواها حاجه اسمها الميدياتورز. واهم ما في هذه الميدياتور هو الهيستامين والليكوتراين. الهيستامين والليكوتراين. ايوه يا سيدي اهلا وسهلا برضه، دول يروحوا يعملوا ايه؟ دول يقوموا رايحين على الدار البرونكاي. البرونكيولز بمعنى صح. ويعملوا حاجتين. يعملوا في الميكوزا إديمة، يعني الميكوزا بتاعة حضرتك دي هتورم، ويعملوا في السموث ماسلز اللي موجودة تحت الميكوزا اسبازم. يبقى دول على المستوى الباثولوجي كده هيعملوا حاجتين، هيعملوا ميوكوزا إديمة وسموث ماسل اسبازم. كلام جميل. فإيه حدث الاثنين دول؟ الجدار من جوه ورم والعضلات بدات تقفش، الكلام ده يعمل حاجه اسمها ايه؟ برونكو كونستريكشن. بدات نفس الوالد دلوقتي يضيق. حلو. المرحله دي يا معلم كده اسمها مرحله الاكيوت ستيج او بيسميها الايرلي ستيج. اكيوت ستيج او ايرلي ستيج للمرض. اللي هي بدايه ظهور اعراض المرض.
فلو حضرتك اتعاملت مع المرض في المرحله دي بشكل كويس الدنيا هتمشي حلو. فان اهملت وكبرت دماغك الدنيا هتخش في سكه اللي يروح ما يرجعش. ايه اللي هيروح وما يرجعش؟ يعني ايه يروح وما يرجعش؟ يعني بس عشان اكون برضه واضحين، الست بتيجي تسالك لو عندك شخص حاله الديب برونكيال ازمه وجاي لك بدري، فتقول الست كل الحاله دي ابنك عنده ورم او عنده حساسيه على صدره، وهياخد العلاج اللي احنا هنكتبه له ده وهنشوف. يعني هنشوف، يعني هنستمر معاه كده لحد مثلا ايه سن مثلا دخول المدارس، ولو كان جالك عنده مثلا سنتين هنستمر على العلاج ده فتره وهنشوف بعدها هيتحسن ولا لا. لانه لو جالك في المرحله اللي هي الايرفيرزابل او اللي احنا بنسميها كرونيك ستيج، فده مش هيبطل بقى البخاخات اللي انت هتكتبها لك، ده هيفضل طول عمره ماشي على علاج. فالمرحله اللي بعد كده بقى لو انت اهملت وما استجبتش، الجسم يبدا يطلع عند حضرتك كيمو تاكتيك فاكتورز، يطلع كيمو تاكتيك فاكتورز. ايه كيمو تاكتيك فاكتورز ديت؟ الهجوم بقى يحصل هنا من خلايا الايزينوفيل. خلي بالك حضرتك انا في البرونكيال ازمه، لا بجيب سيره بقى النيوتروفيل ولا بجيب سيره الليمفوسايت ولا بجيب سيره اي حاجه ولا الجرانيولز ولا اي، انا بتكلم على مين؟ ايزينوفيل داخل على الحساسيه. طيب وليه ان شاء الله لما هتروح تهاجم دلوقتي الايزينوفيل ده كام ايه؟ ده هتخش بقى يا معلم على الاير واي وتعمل فيه حاجه اسمها اير واي ريمودلينج. بتعمل اير واي ريمودلينج. يعني ايه اير واي ريمودلينج؟ ده بتعيد بناء الموضوع من الاول، ده بتعدل شكل الاير واي بالمره، ده بتدخله في سكه اير ريفرسبل. يعني ما تستناش لو دخلنا في المرحله ديت ان الامور هتتحسن وترجع لطبيعتها ابدا، انت كان عندك كده شويه ميكوزا قديمه وسموس مصر ايه؟ اسبازة. امال ايه اللي هيحصل في المرحله دي؟ ده هنجيب من بره بقى، ده اول حاجه تعملها ان الابيثيليوم بتاعنا اللي موجود بره ده هيحصل له دامج. هتكسر الابيثيليوم اللي بره خالص. لدرجه وبعدين تبدا تدخل البيزمنت ميمبرين اللي تحته فيحصل له ثيكنينج، يبقى ثيك. طب وهنخش بعد كده تعمل كولاجين ديبوزيشن. يعني ايه كولاجين ديبوزيشن؟ يعني هيبدا بعد كده كولاجين فايبرز تشو كده يبدا يتحشر وراها. حلو. طب والسموث ماسلز مش سبازم بس، ده السموث ماسلز دلوقتي بدات تخش فيه هايبرتروفي. الدنيا بدات تخش في سكه ايه ده دلوقتي؟ طب رونكو سبازم اه، بس دي بنسميها ليت ستيج، او دخلنا بقى كده بقى في مرحله الكورونيك ستيج. كده بقى ايه؟ نقول له شكرا جزيلا، انت مش هتبطل علاج طول عمرك على امل انك ما تزدادش سوءا انك تفضل كده بس. فشايف في الامر دلوقتي خلاصه كل المعجنه اللي حصل عندي برونكوس بازم، لما يبقى البرونكوس بازم يبقى ايه الساينز؟ لا الساينز اللي انت هتقولها برضه، انظر القواعد اول فيديو، يبقى حضرتك ترجع تقول لي بقى انسبكشن وبلبيشن وبركشن واوسكلتيشن. يلا اهبد يلا. الهواء لو عندي دلوقتي البرونكيولز بتاعتي ضيقه جدا، حطينا رسمينها الرسمه دي اصلا كده، كنا عاملين حته كده من هنا وحته كده من هنا. الهواء بقى ده اضطراب يخش للالفيولاي ويصعب قوي ان هو طالع. يبقى الانسبكشن الواد ده بيخش وبيملى مبدئيا، يبقى الشيست بتاع هايبر انفليتد. اثنين بالبلبيشن، التراكيه ممكن تبقى شيست احتمال بس ضعيف. لكن بالبلبيشن طالما ان الشيست هايبر انفليتد يبقى الليفر حصل له ايه؟ توز ليفر. طب لما تيجي تعمل بركشن هيبقى ضل اخباره ايه؟ ده هيبقى هايبر ريزنت زي الطبله المشدوده. طب لما تيجي تسمع اوسكلتيشن حضرتك وانت داخل ماشي، لكن وانت خارج الخروج صعب، يبقى برولونجد اكسبيراتوري. النقطه الثانيه الصوت بتاعك هيبقى فيه ايه؟ ويز اكسبيراتوري ويز. الكلام كله قايلينه قبل كده اذا مفيش ايه. الحاله بتاعه البرونكيال ازمه هل محتاجه انفستيجيشن؟ الجواب لا. لو انت دكتور وسالت على الشكل المخروط اللي انت عامله ده خلصت الحاله دي، حاله متشخصه برونكيال ازمه خلصانه وابدا علاجك. انما لو انت دكتور يعني بتتقرن شويه وحابب تعمل انفستيجيشن عشان بس تطمن، تعالى يا عم نالف. لو عملت انت دلوقتي مثلا سي بي سي هتلاقي ايه؟ مش دي حاله تغلي؟ يبقى حضرتك هتلاقي في زياده فين؟ في الايزينوفيل. ممكن تلاقي الميوجلوبين اي عالي صح ماشي. لو الحاله فيري سيفير هتعمل اي بي جي، يعني هتعمل ايه؟ تحليل غازات كده، فهتلاقي تركيز السي او، الاكسجين مش داخل والسي او 2 مش طالع، يبقى تلاقي السي او 2 بتاعنا بدا يزيد والاكسجين بتاعنا بدا يقل وبدا يخش في اسيدوزس ماشي. طب هتعمل الواد ده هو اكس راي، ممكن تشوف ايه في الاكس راي؟ والله هايبر انفليتد تشيست. يعني الكلام كله كلام اي كلام، لكن نقعد بقى معاك على الكلام الجديد اللي يهمني شويه في الانفستيجيشن اللي هي البلمونري فانكشن. ايه حوار البلمونري فانكشن؟ انت بتعمل حاجتين، بتعمل حاجة اسمها اكسبيراتوري فلو متري، فلو متري
وبتعمل حاجه تانية كمان اسمها سبايرو متري. ايه الفرق ما بين ده وايه الفرق ما بين ده؟ بص، ايه حاجه بنسميها كده فورسد اكس بايلاترال فلو متري. يعني ايه فورسد اكس بايلاترال فلو متري دي؟ عارفين في لعبه كده بتبقى في بتاع موالد بتاعه ايام زمان، اللي هي كانت الملاهي بتاعه زمان قصدي. فكانوا جايب الراجل في تور وعضلات، ويقوم جاي زائد كده البتاع كده الحديد كده، فتقوم رايحه خبطه كده في اخر البتاع، تقوم طلعها الايه المؤشر كده فوق، بعد كده ينزل تاني. انت بقى بيقول حته بتاع مؤشر كده طويل كده مصوره كده خلاص ومدرجه درجه حلو، وفيها بتاع كده ايه بتتحرك كده، بتطلع لفوق او بتنزل لتحت ماشي، ولها صفاره كده. فانا قايل للراجل خد الصفاره دي حلو، وقف كده خد نفس جامد وطلع كل النفس اللي معاك فورسد، عشان كده اسمها فورسد. وانت بتطلع ايه؟ اكسبيراتوري. فلو متري يعني ايه؟ يعني انت بتقيس الفلو اللي طالع. يبقى انت فهمت الاسم فورسد اكسبيراتوري فلو متري. فبدي له الصفاره دي بقه جبت اخرك نفخ. شوف بقى يا معلم البتاع ده هتطلع معاك لحد فين؟ المفروض ان انا اطلع قد ايه؟ المفروض ان انا اطلع اكتر من 80% من الهواء اللي انا دخلته. طب انا هعرف 80% ازاي؟ ما هو المدرج بتاعك ده، ما هو المدرج ده مدرج. انت هتشوف لو انت وصلت لحد مثلا 90% فالراجل ده البرمونه الفانكشن بتاعته كويسه، انما لو لقيت الراجل ده مثلا 50% ففي مشكله في الاكسبيريشن. معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان الواد بيدخل الهواء بس ما بيطلعش كله. ما هو ده معناه كده ان البرونكيوز بتاعتي دانت، البرونكيوز بتاعتي دانت. وكل ما الحاله هتتاخر اكتر وهتبقى ليه؟ هتبقى مور كرونيك، والحته الضيقه دي هيحصل لها تهديد اكتر، عشان المنظر اللي انت شايفه اللي هو اسمه ايه؟ الريموتلينج. يبقى بالتالي كل فتره لما اجي اعمل له نفس التست ده هلاقي مثلا كان جاي المره اللي فاتت 80، المره دي 70، المره بعدها 60، الدنيا بتزداد سوءا يعني. طيب السبايرومتري، السبايرومتري ده انا ممكن اعمله ازاي؟ السبايرومتري ده يعني ما تزعلش مني، هو عارف عارف الشيشه بتاخد انت البتاع اللي الطويل ده وتبدا ايه؟ تشد نفسك وتكركر. هو ده نفس اللي احنا هنعمله بقى. انت بتخيل بقى بيتنفس بس مش فورس بقى، تنفس عادي وطلع. فانا بقيس الاكسبيرومتر ده بيقيس الانفلو ويقيس الاوت فلو ويطرح من بعض، بقيس اللي داخل واللي طالع، واقيس حاجه اسمها ريزيديوال فوليوم. ريزيديوال كلام فيسيولوجي شويه انا عارف، بس يعني معلش. ايه الريزيديوال فوليوم ده؟ اللي هو الطرح ما بين الاثنين، الباقي ما بين اللي انت دخلته واللي انت طلعته. فهتلاقي ان الريزيديوال فوليوم عند الواد بتاع البرونكيال ازمه عالي، بيزيد. ليه بيزيد؟ ما هو الواد دخل الهواء وجاي خرج ما خرجوش كله، فمحوش شويه هواء هنا. فده اللي معناه ان الريزيديوال فوليوم بتاعه زياده شويه، دي اسمها هرمونال فانكشن. واضحه كده؟ سهله؟ ادي يا عم الانفستيجيشن. طب بالمناسبه اللذيذه الظريفه دي، ما تيجي تدخلني كمان في ما يسمى ديفرنشال دايجنوزس، ديفرنشال دايجنوزس لحاله ويزي شيست. عيل جالي صدره بيزيد، افرقه من ايه؟ تفرقه من ايه ديت؟ يبقى لازم تفرق الاول. هو الواد اهو جاي لي اول مره كسنجل ويز، اول اتاك يعني، ولا دي حاله ريكارنت ويز؟ ولا اعرفها من مين؟ من امه. تقول له اول مره الواد ده صدره بيزيق حاجه، ولا طول عمره بيزيق؟ تقول لك لا ده طول عمره بيزيق، يبقى ده ريكارنت، ده اول مره تجيله. لو اول مره تجيله اشهر حاجه هتفرقها منه اللي هنقولها في اخر الفيديو من موضوع الاكيوت برونكيولايتس. ده مهم قوي. هتلاقي في حاجه ثانيه اسمها برونكو نمونيا، نتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على النمونيا. طب في بعد كده لو حصل الواد ده فورين بادي اسبيريشن، لما تيجي تاخد مثلا ايه دبوس او عدسه او حته فوله او بتاع، فتلاقي ان الهواء اللي داخل اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو بتاع الفورن بودي انهيليشن ده هنتكلم عليها بالتفصيل، هتلاقي ان في ويز بيحصل لو خصوصا شفطت اي فورن بودي في منطقه التراكيه من تحت او في البرونكيوم داخل في البرونكات. طيب تعال نشوف ايه كمان قالك لما يكون الواد عنده كونجستيف هارت ديزيز. حلو. دي الحاجات السنه دي. طب ايه البيرد؟ سوري بيكرر تكرر عليه كتير. تكرر عليه كتير يبقى انت ممكن يكون الواد ده مثلا عنده اليرجيك ساينوسايتس، تلجيوم انفيه بقى والدنيا متهيئه ب 60 ميل. الواد ده عنده ريكرنت اسبيريشن. ريكرنت اسبيريشن ازاي؟ عارفين الناس اللي عندها ارتجاع في الصمام، ارتجاع في المريء، هي الحاله الجلد. على طول الجلد ده الاتش سي اللي بيطلع ويحصل له اسبيريشن ويخش على اسبيريتوري تراكت فيضيقه بالتهابات فالدنيا متهيئه ب 100. اشهر طفل بتشوفه عنده جلد هو حاله مين؟ حاله الداون سيندروم. خلي بالك عشان تربطها في منهجك. حاله الداون سيندروم دايما بيجي لك بويزي شيست. ليه؟ حاله الداون دايما عندها اسبيريشن، والاسبيريشن دايما بتعمل له ايه؟ انفلاميشن، فيحصل ستينوزس فيحصل ويز. حلو. مش شرط يكون برونكيال ازمه بس انا هتكلم فيه ويز. حلو. ايه كمان؟
بيقول لك والله البرونكيا الازمه نفسها من اشهر الازمه. طب وايه كمان؟ لما يكون عندي كومبريشن حاجه بقى ضغطة على طول باستمرار، ايه؟ ممكن تكون تيومر، ميديستاين ماس، ثايموس جلاند وضغط على البرونكاي، ايا كان ممكن في حاجه اسمها فاسكولار رينج، عارفين حاجه اسمها دبل اورتيك ارش، اورتيك ارش بتاعنا ايه؟ رايح على الشمال، فافرض ان الواد بقى عنده اورتيك ارش يمين وشمال قافلين على التراكيه والبرونكاي. خلي بالك من الديفيوجن دايجنوز ده، وانا مرتبه لك بترتيب هتريحك، يعني لو انت مركز كده هتلاقي هنا برضه في السناجل A B C، وفي البرد في برضه عند حضرتك A B C، ده لو انت عايز تحفظ يبقى الحفظ بتاعك ايه؟ سهل ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه. ماشي الحال، ايه اللي انت اتكلمت عليه في البرونكيا الازمه؟ لان شكل السبوره يهمني، لان همسح حاجات كتير دلوقتي. تاني وان الواد جايب كام حاجه؟ بيكح وبينهج وبيزيق، بس مش اول مره، وزاد منه من سنه تقريبا من 5 سنين. سالته على كام حاجه؟ حاجتين، حد في العيله عنده كده واتعرض لحاجه ولا لا؟ بالمنظر ده مش هفصل الحاجه. امال بقيه الفانتازيا اللي انت بتعملها من اجل بس يعني ارضاء النفس. انت عرفت انسبكشن بابيشن بركشن اوسكارتيشن، وعرفت ايه اللي حصل؟ القصه كلها هايبر انفليتد تشيست، الهواء اللي داخل ما بيطلعش بسهوله، فصدره مليان، شفتها بالانسبكشن. ممكن الميدياستاين بقت شيفتد، البركشن هايبر ريزوننت، الاوسكارتيشن سمعت ويز والاكسبيراتوري كان طويل شويه. عملت انفستيجيشن بس من اجل ارضاء النفس، سي بي سي في زينوفيل وزياده في الاميونوجلوبولين اي، اي بي جي ده في الحالات السيفير، الاكسجين قليل والسيرم سيكتر هون كتير، اكس راي هايبر انفليتد تشيست، وعملت الجديد بالمونر فانكشن، عرفنا الفرق ما بين فورس اكسبيرات وفلومتري بينفخ جامد وبيدخل وبيطبع في مقيس الفرق اسمه سبايرو سبايرومتري. دخلت الديفرنشال دايجنوزس لحاله الويز تشيست سواء لاول مره او اول مره. طيب لما انت شفت المنظر ده كده دلوقتي وانت مشخص ان دي حاله ايه؟ حاله برونكيال ازمه. انا هشيل الكلام اللي ملوش لازمه ككلينيكال، لان زي ما قلت لك انت في الكلينيكال كل ده بالنسبه لي يعني انت مش محتاج، خلاص؟ حلو قوي. لما حضرتك تيجي تشتغل وتعمل تريتمنت، بالله عليك انت هتشتغل على ايه؟ هشتغل على الرسم ده بس، اشتغل على الرسم دي بس، لان التريتمنت هيخش يضرب في المناطق دي. فانا هحط لك دلوقتي كده ايه هي انواع التريتمنت، التايبس بتاع التريتمنت، وبعدين بقى نقعد نقسم كده يا معلم عليهم تقسيمه لذيذه. تعالى نشتغل يعني. واحد كان عنده في جينيتك اليمنت، قلت لك ان الفيجال تون عنده عالي، يعني الباراسمباثيك بتاعه عالي، فانت لو عايز تهد الباراسمباثيك تعمل ايه؟ تدي حاجه اسمها انتي كولينرجيك. كولينرجيك ايوه قشطه. انتي كولينرجيك دي زي ايه؟ زي حاجه كده انت كنت بتسمعها في الفارما، عارف انت بعيد عن الكلام خالص، حاجه اسمها ابره تروبيوم بروميد. اريحك اكتر اسمه في السوق ايه؟ اتروفنت. اتروفنت الاتروفنت ده يا معلم هيعمل ايه في الحته اللي هي فيها مشكله في الجينيتك اليمنت شويه؟ اتروفنت ده ببساطه شديده هيجي يعمل لك ايه؟ هيزودك الايه؟ في السمباثيك شويه، بس مشكلته ان هو ايه؟ مش هو بيزود السمباثيك فبينشف السكريشن، فممكن يزود الكحه، ما بحبوش كتير قوي. طيب ادي اول حاجه لو انت جيت ضربت الجينيتك. طيب انفيرمنتال فاكتور يا عم، واقول افويد، مش الواد عنده السمك عامل له حساسيه بلاش فراوله، بلاش فراوله، شوكولاته بلاش شوكولاته. لما تيجي تنفض البيت يا ستي بتطلع الواد وابوه وكلهم طلعوهم بره، ما تنفضهمش معاك، فاهمه؟ يعني تبعدي عن ايه؟ عن البلاش. الكلام طيب مش طلع حاجه اسمها امينو جلوبين اي؟ اه، ففي عندك حاجه اسمها مونو كلونال انتي بودي. مونو كلونال انتي بودي، او بيسموها عندنا انتي امينو جلوبين اي، انتي امينو جلوبين اي. حلو، انتي اميونو جلوبولين اي. اسمه ايه في السوق ده؟ اسمه اوما لوزوماب. حلو، الاومالوزوماب ده، الاومالوزوماب ده بيتاخد ازاي؟ ده بتبقى حمره بتتاخد كل شهر تحت الجلد. دي من الحاجات اللي انت تلجا لها اخر الاخر زي ما بنشوف كمان شويه. ليه؟ غاليه جدا، مش محتاج لها، بس انا ماشي بس بالترتيب ده عشان انت ما تقولش مني. حلو، طب مش انت جيت فتحت الماست سيل؟ طب افرض ان انا عايز اثبت الماست سيل، اعمل ماست سيل ايه؟ استابلايزر. اعمل حاجه اسمها ماست سيل استابلايزر. ايه الماست سيل استابلايزر؟ دي حاجه تمنع طلوع الهستامين وليكوترايز. حلو، اسمه ايه في السوق ده؟ كرومو لين. تستخدمه قليل قوي، قليل. طب تعالى يا عم، مش طلع هستامين وليكوترايين، تعالى ان انت احيانا بتحتاج لعلاج رخيص شويه، لان كل العلاجات اللي انت بتحكي عليها لحد الان غاليه. فانت هتيجي تدي انتي هستامين حاجه بس للحساسيه خفيفه كده وظريفه.
انتي هيستامينك زي ايه؟ اي انتي هيستامينك اللي موجود في السوق، مثلا حاجه زي الزفتك. لا انتي هيستامينك كده يهدي شويه الهيستامين اللي طلع ده عشان ما يزوديش العرق. حلو، انا ماشي بالترتيب. طب تعالى على الليكوتراين، دي اللي مشهوره بقى، نبدا نخش في الكلام الجاي. ليكوتراين موديفاير، ليكوتراين موديفاير ده من اساسيات الحاجات اللي تبدا تشوفها. يعني احنا هنشوف ده كتير وهنشوف ده. الاثنين اللي في النص دول او الثلاثه اللي في النص دول مش هتحتاج لهم. الليكوتراين موديفاير اللي هو احنا بنسميه عندنا اصلا مونتيليو كاست. مونتيليو كاست له بقى اسامي في السوق بالهبل، ازمه كاست ومش عارف ايه، لكن من اشهر الحاجات اللي الدكاتره بتكتبها كتير قوي حاجه اسمها سينجيولين. سينجيولين ده حضرتك يا اما بتاخد شرب بس برضه غالي شويه، يا اما قرص كده بس خلي بالك ما بيدوبش في المايه، فانت حضرتك بتجروشه كده خلاص تخليه بودره وتحطه في الزبادي وتاكله المايه. ماشي، قرص كده قبل النوم والدنيا بتبقى ظريفه يعني. طب انت دلوقتي مشيت بالترتيب، وصلت للهيستامين والليكوتراين، وصلنا لحد هنا. ودول بيعملوا ايه اصلا في الجدار؟ بيعملوا قديمه وصفوص مصر اسبازم. طب انا هعمل ايه؟ هنشتغل، هنعمل ايه؟ هتدي اهم حاجه، ايه؟ استيرويد كورتيزون. وايه اهم كورتيزون بيستخدم في هذا الحوار؟ البريدنيزون. انسى كل الكلام اللي قلته بس ما تنساش بقى من هنا. استيرويد واهمهم البريدنيزون. طب انا ممكن ادي الاسترويد حاجه من اثنين، يا اما بنديه اورال يا اما بنديه انهاليشن، حاجه اسمها انهيلد كورتيكوستيرويد. طيب ايه انواع الانهيلد كورتيكوستيرويد؟ في منها انواع كتير زي حاجه اسمها بيو دي زينويد. ماشي. طيب لكن لو قال لك تاني الكورنر ستون في علاج البرونكيا الازمه هو الاسترويد، اهم الاسترويد هو الانهيلد. ليه؟ عشان اثاره الجانبيه اقل شويه من الاورال سيستميك ده، يبقى مصيبه. فالفكره كلها في الحته ديت، هو ايه فكره الاسترويد؟ هيعمل ايه الاسترويد؟ واحد، الاسترويد ده انتي انفلاماتوري. حلو، احنا عارفين الموضوع من الاول اصلا ادمي انفلاميشن مش انفكشن. حلو. اثنين، النقطه الثانيه اللي هو انتي ادمتس، مش فيه هنا ايديا فهو هيفك الاديمه دي. ثلاثه، بينهبت السيتوكاينز والهيستامين والليكوتراين، بينهبت المدييتورز كلها اللي تطلع. من ضمن المدييتورز كان في حاجه كمان هنا اسمها سيتوكاينز. فهو كمان لو اضطر بيعمل ايه؟ بينهبت كل الحاجات دي اللي هي تطلع من الماست سيلز. ده في حاجه كمان بتحصل مع الوقت مع الكورونيستي، مش البيتا 2 ريسبتور هي اللي بتعمل برونكو دايلاتيشن. فمع الوقت بيحصل حاجه اسمها داون ريجيوليشن للبيتا 2 ريسبتور. يعني ايه؟ يعني جدار البرونكس ديت بيبقى فيها ريسبتور اسمها ايه؟ بيتا 2. بيتا 2 ريسبتور. مع الوقت مع الكورونيستي مع ان هي تبقى حاجه مزمنه تبدا الريسبتورز دي يحصل لها داون ريجيوليشن وتختفي تدريجيا. الكورتيزون بيريفرز الاكشن ده، يعني ايه؟ بيعكس الاكشن ده على البيتا 2 فيبدا يزود البيتا 2 عشان يبقى ابدا اشتغل عليها اوسعها. حلو. يبقى احنا عرفنا، عشان بس القديمه دي فكرتني بالايه؟ بالاسترويد ومش فكرتها باهم حاجه. ماشي. طب تعالى نعمل بعد كده السموث مصر اللي حصل فيها سبازم. كمل، عايز تعمل سموث مصر ريلاكسنت، عايز تعمل مصر ريلاكسيشن، مصر ريلاكسنت. اجيب مصر ريلاكسنت زي ايه؟ زي حاجه اسمها مغنيسيوم صلفيت. مغنيسيوم صلفيت وزي الثايو فيليوم. الحاجات دي على فكره الاكشن بتاعها قوي جدا ومؤثر جدا ولكن بخاف من حاجه، وخصوصا الثايو فيليوم ده. ليه؟ الثايو فيليوم ده لو طلع التوكسيستي منه عالي قوي قوي، والدوز بتاعته لازم تتعرض بلو دوز وتبقى تحت عينك في المستشفى. يعني بيعمل زي كارديو رهيب. فهمتني؟ فانت خلي بالك قوي من حته الثايو فيليوم دي. وصلت ان انا عملت سموث مصر ريلاكسيشن خلاص. طب هو مش في برونكو كونستريكشن؟ يبقى انت لازم تدي برونكو دايركت، فتدي بيتا 2 اجونست. زي ما قلت لك البيتا 2 اجونست محتاجه دايما معاها مين؟ ستيرويد. ليه؟ هو الاستيرويد هيحافظ ان الريسبتورز ما تختفيش وما تبص، ومع الاستيرويد ابدا بقى اشتغل عليه. يبقى انا محتاج واحد يحافظ على الريسبتورز وبعدين واحد يشتغل على الريسبتور. فما ينفعش ان انا البيتا 2 اجونست لوحدها من غير ما ادي معاها ستيرويد، يبقى الاكشن ضعيف قوي، او ان المرحله كانت لسه يعني بدري قوي 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 ان يحصل كل البلاوي. بيتا 2 اجونست دي تبقى حاجه من اثنين، يا اما سبب يا اما لا. يعني ايه؟ شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، يا اما لابا اللي هو لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. بيتا لونج اكتنج وشورت اكتنج دول زي الاثنين، في اسمها مثلا ايه؟ سالبيوتامول.
فورميتينول. في انواع كتير جدا موجوده من الحاجات اللي هي البيتا 2 اجونست وكده، بس اعرف شويه الاسامي دول ليه يا دكتوره، لان انت هتحتاج لهم شيئا فشيئا. فهمت انت الحوار؟ وصلت كده للدنيا؟ واضح؟ لو انت مش فاهم الباثو فيسيولوجي هتلاقي التريتمنت بالنسبه لك تقيل قوي. بقى عندي حاجه بقى بسيطه خالص في هذا التريتمنت، ايه؟ انك تبدا تاخد قرار انا هدي انهي ادويه حسب حاله العيان ده. عشان نفهم دي بقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نمسح كل اللي حضرتك عامله ده، وتعالى نشوف اصلا انت الاستراتيجيه بتاعتك انت عايز تمشي ازاي؟ ايه الاستراتيجي بتاعتك في العلاج؟ انا كده عرفت انا ليه عندي ادويه كتير، لان كل واحد بيلعب على حاجه، كل واحد بيعمل حته. النقطه بقى اللي عايز اقف عليها، استخدم مين امتى؟ همسح كمان الادويه معلش عشان بس نفرد كده فرده حلوه محترمه نلم بيها كل اللي باقي. قبل بس ما اخش في الحوار بتاع التريتمنت ده او الاستراتيجيه دي، عايز اوصل لك ان كل دكتور بيقيم الحاله حسب ما هو شايف. تقييمات الحاله دي هي ستيب 1، واحد تاني قال لك لا عندي ستيب 2، واحد قال لك لا ده لازم اخد ستيب 3. فدي حسب رؤيه الدكتور، فهمني تعال. هو انت عندك برونكيال ازمه اصلا انا بقسمه على ثلاث اشكال. عيان كده بنسميه نايف. ايه الكلمه الغريبه دي؟ نايف ده يعني اخضر. يعني لسه يعني عود البطل اخضر خالص. يعني ما حدش مد ايده عليه، يعني ما اتعالجش من برونكيال ازمه قبل كده، انت اول واحد يشوفك. وفي عيان تاني اون تريتمنت ماشي على علاج. شخص وماشي على علاج. وفي عيان تالت بيحصل له اكزاسيربيشن. يعني ايه اكزاسيربيشن؟ يعني هو ده عيان برونكيال ازمه وماشي على علاج والدنيا زي الفل. وبعدين هو كان عنده حساسيه من السمك وما بياكلش سمك وبتاع، فطلع طلعه كده مع اصحابه، فانت عارف الشيطان شاطر، فقالوا له بس خد السمكه دي، وهي بتبدا بكده السمكه الاولانيه بتجيب السمكه الثانيه بتجيب الثالثه، اهو الواد دخل في برونكيال ازمه فحصل له اكزاسيربيشن. حلو فهمتني؟ فهو دول ثلاث اشكال، يا ما اتعالجش يا على علاج يا اما حصل له مضاعفات. حلو. اللي ما بيتعالجش، او خلينا يا عم نمشي من اول هنا. واحد كده مثلا ايه كان ممنوع من السمك وفجاه قام واكل سمك فدخل في اعراض شديده. هيجي لي المستشفى. انا هشخصه اذا كان الواد ده هو مايلد ولا مدرك، ركز في الكلام، ولا الحاله دي سيفير، ولا الاهم بالنسبه لي حاجه اسمها ستيتس ازماتيكس. ستيتس ازماتيكس دي اللي بنسميها بقى فيري سيفير. طب انت هتحكم على دي بناء على ايه؟ خليك معايا. عشان تحكم عليهم هم مايلد ولا مودريت ولا تقريبا. طيب انا جاي دلوقتي الواد حصل له اكزاسيربيشن وجاي للمستشفى، عشان احكم عليه لازم احكم الواد ده الاول هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا حاجه اسمها ستيتس ازماتيكس. يعني ايه الكلام ده؟ ستريس ازماتيكس دي عشان نسميها فيري سيفير. هات يا عم السيناريو بالراحه، هتلاقي نفسك ماشي بالتدريج كده بالعقل. عيان جاي للمستشفى، انا اول حاجه بحكم عليه هو الواد ده كونشوس ولا لا؟ انا بتكلم معاه في الواد فايق، ففي الحاله المايلد الواد كونشوس او كونشوس ليفل ده بيبقى نوت افكتد. الواد كويس، وفي حاله المودرن برضه الواد نوت افكتد، الواد كويس لما بتكلم معاه. اما في السيفير والستاتس ازماتيكس بيبقى افكتد، اه بتلاقي الواد مدروخ معاك. حلو. تاني حاجه بتشوف الاكزاسيرفيشن. الاكزاسيرفيشن بتاعتنا ديت يا دكتوره اخبارها ايه؟ الحاله ديت شايفها انت عامله ازاي؟ هل في اكزاسيرفيشن عليه في بقى اللي هو المحرك السرعان والديستريس والدنيا والبلاوي السوداء دي ولا لا؟ فغالبا هنا في الحالتين الاولانيين ما بيبقاش في اكزاسيرفيشن بالمره، اما في الحالتين الاخرانيين اه في اكزاسيرفيشن. حلو. بتكلم مع الواد، فانا بتكلم معاه كده بشوف اخبار الديزني يا ام دي مهمه جدا. يعني ايه الديزني؟ انها جاي الواد المايلد الديزني دي بتحصل بس اون توك، يعني هو بيتكلم سوري اون ووك. يعني ايه اون ووك؟ يعني وانت بتتكلم معاه مفيش اي نهجان ما بينكش خالص، لكن لو قام مشي خطوتين كده لحد باب المستشفى انت بتتكلم عليه دلوقتي كويس فايق، مفيش فيه بقى لا عرق ولا ديستريس ولا اي حاجه، ف
فقلت له انت كويس قوم يا عم. فمش كده لحد بدايه المستشفى كده فريد واقف ركن عند باب المستشفى. يبقى الدنيا بتحصل فين؟ مع المشي. انما الواد المدرك مش هتخليه يمشي ليه؟ لان هي اون توك. وانا بتكلم معاه بقول له ايه وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس ويعني الدنيا ماشيه كويسه. خلي بالك ايه الدنيا ماشيه كويسه. بعدين خد نفس حلو. طب والواد بقى السفير لا ده ما بيعرفش يكمل جمله على بعضها. كانت كومبليت سنتنس. يعني ايه كانت كومبليت سنتنس؟ تعالى كده هو يقول لي الدنيا ماشيه كويسه. فلقيته بيقول لي الدنيا ماشيه كويسه. خدت بالك؟ يبقى ايه الفرق؟ يبقى انا لازم كدكتور انا مش قاعد اسمع منه حدوته بقى الف ليله وليله. وانت عامل ايه؟ وكلت كام سمكه؟ واخبار اسكندريه ايه؟ يا عم الحاج يا ابني فوق للعيال اللي قدامي. عيان بقول له هو انت كنت في اسكندريه ايه؟ اه كنت مع اصحابي بنعمل شويه شغل ومش عارف ايه وبتاع. ده انت زي الفل قوم روح. مش على حد باب المستشفى لقيته ورجع لي تاني. ده مين؟ ده الحاله الميت. حاله المدرك بكلمه انتوا كنتوا في اسكندريه بتعملوا ايه؟ قال والله احنا كنا في اسكندريه عشان كان عندنا شويه شغل عملناهم ورجعنا دلوقتي. طب والحاله السرير؟ والله احنا كنا في اسكندريه عشان خدت بالك؟ طب الحاله الاستاذ ازمتي ده اصلا ده عسل خالص. ده ما بينطقش اصلا معاك وهو غلبان اصلا ما عادش يكون وسط ما عادش فايق. والراجل ده تيجي تنام على ظهره ما عادش حتى قادر ينام على ظهره يقول لك اهدلوني اهدلوني مش قادر انام على ظهره. يبقى الراجل ده كانت باي دولي. ده كانت لاي داون ما بيعرفش ينام على ظهره. حلو. فبدات اقول له ايه؟ طب اكشف صدرك. انا بجيب لك السيناريو كده اهو لثلاث حاجات انت شفتهم بعينك لسه اهو خلاص انت لسه بتتكلم على عينك. فقلت له اكشف صدرك كده لما يبص عليك. فبدات تشوف الشيست ريتراكشن. مش هو في اكزاسربيشن وفي ستريس؟ فالواد ده وده ما عندهمش اصلا ريتراكشن بالمره ليه؟ لان هو بالكتير بقول لك مفيش اكزاسربيشن. ممكن تلاقي هنا يعني هنا مفيش خالص شيست ريتراكشن وهتلاقي ايه؟ يعني مايلد كده ريتراكشن. اما في الحالتين دول فبتلاقي في سيفير شيست ريتراكشن. ماشي. انا شفت بعيني؟ هجمد سماعتك؟ هتسمع؟ هتسمع ايه؟ هتسمع الويز. هنا في ويز بس ليه بقى اكسبيراتوري اند اكسبيراتوري. يعني في اخر الاكسبيريشن تسمع تزييق صغير. انما في المودريت هتلاقي هول اكسبيرات يعني على مدار الاكسبيريشن كلها ده المودريت. السيفير كونتينوس. ودي حاله غريبه جدا. مش المفروض ان الانسبيراتوري ما يبقاش في حاجه اكسبيريشن ما فيهاش حاجه ومشكله في الاكسبيريشن الواد ده بيزيق داخل وفاضي. طب المفروض ان بقى الستاتس ازمتك ده اسمع فيها مزيكا حسب الله وبقى والرجاله داخلين بالطبله وهتلاقي معجنه جوه. لا خالص انت بتسمع هنا ايه؟ ما بتسمعش. سايلنت جيست قلناها على فكره في الفيديو الاولاني. خلاص اللي هو لا عارف في هوا داخل ولا عارف في هوا خارج. الدنيا قفلت شكرا. ففي حاله الستاتس ازمتك انت كده فل قوي. يبقى انا بدات اشوف بالانسبكشن الشيست ريتراكشن وبدات اسمع بالاوسكالتيشن اخبار الويز ايه. ممكن يكون بقى مع الستاتس ازماتكس كمان فيها ساينوزس. ده كده خلاص بقى فيها وداخل ولا خارج فشكرا جزيلا. الدنيا هنا لا كل دول ما فيهمش ساينوزس. الساينوزس بس بتحصل مع ستاتس ازماتكس. عايز اقول لحضراتكم ان هو مثلا يعني لو انا بتكلم ككلينيكال فده الكلام المحترم اللي المفروض حضرتك بتبقى فاهمه للكلينيكال. انما الكلام ده قليل الادب اللي انت بتبقى محتاج تذاكره عشان الكتاب. انا ممكن يجي لي سؤال اصلا كده اسمه ستاتس ازماتكس. واحد عنده ستيتس ازماتيكس شكله عامل ازاي؟ بيتكلم انت هو الراجل ده كونشوس ولا لا؟ مش كونشوس. عنده اكزاسربيشن؟ عنده اكزاسربيشن. اخبار الدنيا ايه؟ ما يقدرش ينام على ظهره اصلا ولا فيه نفس ولا فيه ايه؟ تبص على الشيست ريتراكشن سيفير شيست ريتراكشن. تسمع الويز مش هتسمع الويز. لا يا عم ما هسمعش ويز ده كويس اهو. لا ده لا فيه هوا داخل ولا فيه هوا خارج. الراجل بدا يقلب بالساينوفس. ده شكل العيان بتاع الستيتس ازماتيكس. واضح؟ دي بقى اللي هي بتبقى طوارئ قوي قوي. يعني عرفت انا كده دلوقتي انواع الاكزاسبيشن ومراحلها. طب هتعامل معاها ازاي؟ سيبها دلوقتي على جنب. ماشي. طيب او لسه بقى على جنب ما تيجي نشوف هي مش دي اكزاسبيشن لموضوع الازمه. فريحك ريحك. انت قلت من شويه الادويه صح؟ ايه بقى الادويه اللي هنستخدمها في حاله بقى من الحالات دي ايا كانت درجتها مايلد او مودريت او سيفير او كده؟ ببساطه
يقول لك بتيجي تستخدم في الايه؟ ادرينالين. ليه يا باشا ادرينالين؟ بينا وبين بعض، انت بجد سيبته من شويه. مش الادرينالين ده حاجه اسمها سادك؟ والولد عنده اصلا الجينيتك اليمنت بتاعته ان البلا هو اللي عالي، فانا بديله ادرينالين. ليه؟ هيعمل ايه الادرينالين؟ هيعمل برونكو دايلاتيشن واحد، وهيعمل فازو كونستريكشن فيقلل الايديم، بس شغل الدماغ. طب تعالى على الاس، قد ايه؟ ادي 7 شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، وادي كمان استيرويد، بس خلي بالك احنا في حالات طوارئ. يبقى الاسترويد اللي هتديها هنا هتديها ايه؟ انهاليشن ولا انترافينوس؟ انترافينوس، ما تروحش كل اورا، هتدي له هنا استرويد انترافينوس. طب تعالى على التي، تدي سايوفيلين ولا لا؟ هتدي سايوفيلين، بس خلي بالك وانت بتدي سايوفيلين من ايه؟ من الهارت ريت. انفيرمنت كارديو التوكسيست بتاعته عاليه، خلي بالك من ده شويه. هتيجي على الاتش، تدي له ايه؟ تديله هيليوم اون اوكسجين انهاليشن. ما عندكش هيليوم في المستشفى اصلا، ما عندكش هيليوم في المستشفى، حطه على بوت الاكسجين. هيعمل له ايه؟ هيفوقه اصلا. طب الدم، مش كان في عندك حاجه اسمها مغنيسيوم سلفيت؟ اه، المغنيسيوم سلفيت ده كان بيعمل ايه؟ مصير ريلاكسيشن. طب والايه؟ مش كان في عندك حاجه اسمها اتروفنت او انتي كولينرجيك؟ كولينرجيك اللي هو الاتروفنت. لو حضرتك سمعت الكلمتين دول ونزلت اي استقبال في مستشفى فيها استقبال اطفال وجاي لي واد بحاله مثلا سيفير او ستيتس ازماتيكس، ستيتس ازماتيكس لازم تخش الاي سي مبدئيا. فجاي يعني، انما لو انت بتتكلم في حاله مودريت او سيفير ده بيعمل كل الكلام ده. هل بدي كل العلاجات دي مع بعضها؟ لا، هو في حاجات كده اساسيه. الواد جاي بسم الله الرحمن الرحيم بالمنظر اللي انت شايفه اهو، واحد بتحطه على الاكسجين، اثنين بتديله استيرويد انترافينوس، تديله استرويد انترافينوس ومعاه سابا واتروفنت في النيبولايزر في الاستنشاق. يبقى انا بجيب هنا بقى السابا والاتروفنت في الاستنشاق ومعاهم كمان الاكسجين، ثلاث حاجات في البخاخ، وبتدي استرويد وتستنى سيكا كده. الواد ان شاء الله ان شاء الله بنسبه 99% كان الواد يتحسن وبدا الامور تبقى كويسه بعد شويه. الدنيا ما اتحسنتش، هتبدا تنقل فايوفيلين او مغنيسيوم صافيت. وفي الاخر خالص هترجع لمين؟ ادرينالين. الدنيا بقى خلاص كده، انت كده جبت اخر الاخر. انت كده جبت اخر الاخر. خلاص؟ دي الحالات بتاعت ايه؟ حالات الاكزاسيفيشن. فانا دخلت السيناريو الواد من هيل بقى اكزاسيفيشن، الدنيا راجع باك، الدنيا اتحسنت. هتبدا بعد كده تمشيه على ايه؟ تبدا تمشيه بقى على الواد اللي هو اون تريتمنت، او لو هو كان جاي بقى يقول انت اول مره في حياتي تجيلي الحاجه اللي زي دي، فاعتبر الواد ده ضعيف عمره ما خد علاج. الواد ده اصلا كان متشخص برونكي الازمه وكان بياخد علاج برونكي الازمه، بس زادت عليه هيمشي على حسب الكاتيجوري دي. فهمت حاجه؟ يبقى انت خدت الاكزاسيفيشن الاول، انا قاعد في المستشفى بتاعتي جالي الواد بقى مايلد او مودريت او سيفير او ستيتس، فانا شخصته واديته العلاج، الواد اتحسن. هقول له طب وانت كنت بتعالج قبل كده بقى؟ خلصنا بقى ولفه والدنيا كويسه. قول له انت كنت بتعالج من برونكي الازمه قبل كده؟ حسيه؟ اقول لك اه، يبقى انا مشيت من الحته. لو الواد ما كانش بيتعالج خالص يبقى انا همشيه في الحته. طب تعالى. والله ايه يعني؟ يعني واد عمره ما قلنا ما خد علاج برونكي الازمه، فممكن يكون الحاله اللي عندي حاله اوكيجنال. يعني حاله اوكيجنال؟ حاله اوكيجنال يعني ده يعني حاجه مؤقته، يعني الواد الواد كويس. الاعراض اللي بتجيله مثلا بالليل ما بتجيش خالص، ما بتجيلوش غير الصبح بدري، شويه كحه كده الصبح بدري وشويه تزييقه خفيفه. ما بين بقى كل فتره وفتره بيبقى الواد فري خالص، ما عندوش اي اعراض. ده واد نايف والحاله اوكيجنال. حلو. فانت بتديله ايه ساعتها؟ ده اللي بنسميه ريسكيو تريتمنت. ريسكيو تريتمنت. فنديله علاج الطوارئ، وبعد كده نمشيه على علاج اسمه علاج ستيب 1، وهنتكلم عليه كمان شويه. ستيب 1. طيب. الواد اول مره نشوفه بحاله برونكي الازمه، بس الواد اعراضه بيرزيستنت. يعني ايه بيرزيستنت؟ يعني الاعراض بتجيله بالليل وبتجيله الصبح، وما بين الاعراض بتاعت بالليل والصبح بقى طول النهار تعبان، عنده اكزاسيربيشن والدنيا ليميتيشن للاكتيفيتي بتاعته والدنيا مش كويسه والاعراض تعبان. يبقى الواد ده في الحاله دي بعد ما نديله علاج الطوارئ هنمشيه على ستيب 2. ايه ستيب 2؟ هقول لك دلوقتي. طب الواد اول مره نكتشفه، ولكنه مش كده بقى كمان، ده الواد ان كنترولد بالمره. فيري سيفير يعني، الدنيا وحشه قوي. يبقى ده مش هستنى بعد ما نديله شغل الطوارئ، همشيه على ستيب 3. فاحنا نفهم ايه الاستبدال دلوقتي؟ انما اصلا لو الواد كان عارف ان هو عنده برونكي الازمه ومن الاول ماشي على تريتمنت، يبقى برضه لازم تقول لي التريتمنت اللي هو ماشي عليه ده عامل له جود كنترول، يعني الواد ده كنترولد.
خلينا نكتبها مثلا كده. هل الواد ده هو بالنسبه لي كنترولد ولا بارشل كنترولد ولا ان كنترولد؟ يبقى اون تريتمنت دي انت حضرتك هتقسمها على كام حاجه؟ على ثلاثه. ده اللي ماشي على العلم. طب انا اعرف ان الواد كنترولد ولا لا ازاي؟ بص عشان بس ايه اريحك خالص، الواد بتاعي اللي ماشي على الكنترول عنده 3 نوب واحده نورمال واثنين اقل من اثنين. تاني عندي 3 نوب وواحده نورمال واثنين اقل من او بيساوي اثنين. طب فهمني، عنده نوب ما عندوش نو نوكتورنال سيمتوم، ما بيجيلوش اعراض ليه؟ نو اكزاسربيشن، ما بيجيلوش كل شويه طارئ. حلو. نو ليميتيشن للاكتيفيتي، يعني بيمارس حياته بيروح المدرسه والواد ذكي وبيتنطط وبيلعب في الفسحه والدنيا زي الفل. ونورمال لونج فانكشن، مش انت عملت سبايرومتري وعملت له ورفلومتري؟ فطلع كويس. حلو. طب وحاجتين اقل من اثنين يعني ايه؟ يعني الداي تايم سيمتوم، ما اصل احنا قعدنا مشينا كده والواد ما عندوش حاجه غلط، امال هو اصلا مش هيخلص كرونك الازمه ازاي؟ الداي تايم سيمتومز يعني الاعراض بتاعته بقى ان هو بيكح وبيهب والويز دي ما بيحصلوش غير الصبح بدري، واقل من مرتين بس في الاسبوع. حلو. طب هل بيحتاج ريسكيو تريتمنت؟ اللي احنا كنا قلناه شويه اللي هو كلمه الازمه ديت، برضه اقل من مرتين في الاسبوع. لما تبقى كل الحاجات اللي انت قلتها 1 2 3 4 5 6 6 دول سالت عليهم وطلعوا كده، فالواد ده بنسميه كنترول، الواد ده ماشي على علاج كويس. حلو. طيب هو لما يبقى الواد ماشي على علاج كويس هتفضل ممشيهم على طول على العلاج الكويس ولا هتتعامل معاه ازاي؟ هتتصرف معاه ازاي؟ انا لو الواد هو جود كنترول هعمل له حاجه في العلاج كده اسمها ستيب داون. يعني ايه ستيب داون؟ يعني بس هقلل الدوز. الواد كان بياخد بقى بخيتين الصبح وبخيتين بالليل من الكورتيزون، اخليها بخه الصبح وبخه بالليل. طب بقى لنا 3 شهور على الوضع ده والواد برضه لسه كنترول، طب يا عم خليها بخه واحده الصبح او بخه واحده بالليل. فهمتني؟ ماشي. انما لو الواد برش كنترول ده ايه اللي هيحصل؟ عكس. عكس ازاي؟ الواد بيجي له نوكتورنال سيمتوم، بيجي له اعراض بالليل وبيحصل له اكزازربيشن ويعرق ويخش في ستريس ومش قادر يشتغل في المدرسه ولا يجري ولا اصحابه. واللونج فانكشن بتاعته قلت عن 80% زي ما حضرتك كنت بتقول في الفلومتري. طيب والدي تايم سيمتوم بتاعته اكتر من مرتين في الاسبوع، يعني بيقول لك مثلا الاعراض ديت متلازمه معاه تقريبا كل شويتين يروح على المستشفى عشان ياخد علاج طوارئ. اي واحده في دول، خلي بالك انت كان عندك هنا 1 2 3 4 5 6 صفات قلت هم كنترول، لكن لو حضرتك بقى عندك اي حاجه من دول فبسمي الواد ده ايه؟ بارشال كنترول. حلو. طب البارشال كنترول ده انت بتعمله ايه؟ بعمله حاجه اسمها ستيب اب. ستيب اب يعني ايه؟ بزود الدوز. الواد ده مثلا كان ماشي على الاعراض اللي كان بياخد بخه واحده بالليل، خليها بخه الصبح وبخه بالليل. طب كان بياخد ماشي على بخه الصبح وبخه بالليل، بخليها اثنين الصبح واثنين بالليل. فهمتني؟ وهكذا. طب امتى بقى اقول ان الواد احل بقى ان الواد ده مش كنترول خالص، ده مش جايب اي نتيجه معاه؟ لو الواد ده جمع عندك ثلاث اعراض، لو الواد مجمع ثلاث اعراض او اكتر من البارشال كنترول. يعني ايه؟ يعني الواد ده اهو بيجي له نوكتورنال سيمتوم، صار له اكزاسربيشن وعنده ليميتيشن للاكتيفيتي. الواد ده ان كنترول مش هيلعب بارشال. انما الواد ده لو كان عنده واحده بس من دول كنت بسميه بارشال، الواد بس بيجي له اعراض بالليل، ده الواد ده بارشال. عملت له لونج فانكشن لقيتها اقل من 8، لسه الواد ده بارشال. لقيت الواد ده هو ده ترى الداي تايم سيمتوم بتاعته دي بيجي له اكتر من مرتين في الاسبوع، بقى عنده ثلاث اعراض، اذا الواد ده ان كنترول. ليه؟ لان انا هتعامل معاه ازاي؟ الواد ده هعمله برضه ستيب اب. بس يعني ايه ستيب اب؟ هنقله للنكست ستيب، هوديه للنكست ستيب. هو مش انت قلت لي من شويه ان الستيبس بتاعتي دي في ستيب واحد وستيب اثنين وستيب ثلاثه؟ لا ده انا عندي اربعه ستيبس. انا في المرحله عملت ستيب اب وهنا عملت ستيب اب، هنا ستيب اب، انا على نفس المرحله بس زودت الجرعه. انما هنا عملت ستيب اب، انا نقلته من المرحله الثانيه للمرحله الثالثه او من الثالثه للرابعه ومن الرابعه للخامسه. فهمت حاجه؟ يبقى اذا ده السيناريو بتاع عيل جاي المستشفى باكزازربيشن، خلاص تعاملت معاه مايلد او مودريت او سيفير او ستيتس واديته العلاج، بعد ما الدنيا هدت واستقرت ده دردش معاه. ها قول لي بقى يا حبيبي، هو انت كان عندك كرونك الازمه ولا اول مره؟ يقول لك والله انا عمري ما اتشخصت. عمرك ما اتشخصت يبقى انت في الكاتيجوري دي.
انت متشخص وماشي على علاج يبقى انت في حاجه من الكاتيجوري، وبناء عليه تبدا ايه تتصرف كده. انت ناقصك حاجه واحده بس وبها نختم. ايه الحاجه الوحيده بس اللي لسه ناقصاك؟ انك تعرف ايه هي الستبس بقى، ايه هي الخطوات اللي انت تمشي عليها. فانت عندك كام ستيب بايه؟ انا عندي 5 ستيب. ستيب 1، ستيب 2، 3، 4، 5. انت في كل ستيب من دول بتزيد، يعني الحاله بتسوء منك. فستيب 1 دي ابسط حاجه خالص، اللي هي الحاله السيمبل خالص 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 خالص. انت بتعمل ايه؟ بتمشي على شورت اكتنج بيتا 2 اجنست بس ثابت. حلو. ما تحسنش. دخله على ستيب 2. تعمله ستيب 2. تعمله ايه؟ هتعمل له لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. انا هبدا استخدم انهيلد الادويه اللي انت اتكلمت عليها من شويه، بس هتقسمها حسب الكاتيجوري بقى. هديله لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، او ادي معاه ليكوتراين موديفاير اللي هو السنجولير والحاجات اللي انت قلت عليها. او يا دي يا دي. طب ما تحسنش، خش في ستيب 3. هديله لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد ايه بقى؟ زائد ليكوتراين موديفاير. مش عاجباك لا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست، مش عاجباك امايروفيلين او ثايو فيلين، وان كنت ما بحبوش الا لو جت فوق الخمس سنين. يبقى دي او دي او دي، بس خلي بالك انت قلت هنا ايه؟ زائد دي او دي او دي. عرفت انت بتزيد ازاي؟ انا كنت هنا بديله انهيت الكورتيكوستيرويد لو دوز او ليكوترين موديفاير. طب انا عملت ايه؟ زودت انا مع اللو دوز، او زودت معاه لابا، او زودت معاه فايفر. طب الواد ما اتحسنش، لقينا ان مفيش ريسبونس، نو ريسبونس. تيجي نزلت بدل ما كنت حضرتك هتديله لو دوز انهيت استرويد معاه حاجه كمان، انا هستبدل الليله دي كلها بمودريت او بميديوم دوز انهيت كورتيكوستيرويد. يبقى انا استبدلت الليله دي بايه؟ بمودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. طيب بس ما تحسنش، هنقل مين؟ انا بعمل ستيب اب، بنقل النكست ستيب اب. يعني افترض ان الواد كان على تريتمنت بس كان ان كنترول على الستيب 3، فانت هتعمل ايه؟ هتعمل ستيب اب، يعني هنقله لستيب 4. بس الله يستر بقى، من اول ستيب 4 الكلام داخل في مرحله خطر قوي. ما ينفعش اي دكتور اطفال يشتغل، دكتور اطفال اطفال عامه لا، ينقل لحد بتاع امراض صدريه. الموضوع بدا يخش في سكه مش كويسه، لان انت في المرحله دي هتعمل ايه؟ انت اخر حاجه كنت واقف عليها ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، هتديها ميديوم انهيلد كورتيكوستيرويد زائد، هتحط حاجه من الثلاثه دي معاها. يعني ممكن تدي ليكوتراين موديفاير، او تدي لابا، او تدي ايه؟ فايروفيلين لو الواد اكتر من 5 سنين. طب الواد خد دول ما استجابش، انا بقول لك انت ما خدتش بقى في سكه مش ظريفه. انا بعمل ايه؟ انا لسه في نفس الستيب، فبعمل ستيب اب اهو، بزود الدوز، او اعمل ايه؟ هل دلوقتي هاي دوز، خلاص بقى انا بجيب اخري، هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد واضيف حاجه من الثلاثه دول، ليكو تراين موديفاير ماشي، لابا ماشي، ثايوفيلين برضه الواد اكتر من 5 سنين ماشي. اوعى تدي ثايوفيلين في واد تحت الخمس سنين، دخلها في الريسمي وهتودي نفس التين ده. طب الواد كان ماشي على العلاج ده اهو في ستيب 4 ولسه ان كنترول والدنيا مش مظبطه، ما حدش عارف غير اخر الخطوه. ستيب 5. ستيب 5 بتعمل ايه؟ نفس اللي انت عملته هنا دول، اللي هم بقى الهاي دوز الانهيلد كورتيكوستيرويد ومعاها اللابا او معاها الليكوتراين موديفاير او معاها الثايوفيلين. طب ما دول انت مديهم بس، لا ما انت هتضيف بقى، هتضيف معاهم اورال ستيرويد وهتضيف اوما ليزوماب. ايه اوما ليزوماب ده؟ اللي هو كان انتي اميون جلوبولين اي. شفت انت الاستبداد دي؟ يبقى لما اقول لك ان هو اول مره نشخصه والاعراض بتاعته كويسه وما بين الاعراض اللي بتيجي وبعضها الدنيا زي الفل، ما انت بتتكلم على كلنا اللي بالواد ده مش بس على ستيب 1، يعني ياخد ايه؟ شورت اكتنج بيتا 2 اجنست، حته بخاخه كده بخاختين وخلاص الصبح. حلو. الواد كان اوكيجنال اهو، بس الدنيا معاه بدات تسوء وبدات تبقى وحشه، فهعمل ستيب 2 وهكذا. فهمت السيناريو؟ انت بتبدا بالخفيف بالقليل وبعدين تبدا تزود. بلاش
تعكس. في هبل بيحصل يقول لك يا عم طب ما نجيب من الاخر زي اللي بيجي بمضاد حيوي. طب ما تدي مضاد حيوي سهل سيمبل بسيط وبعدين ما استجابش تزود يقول لك ليه يا عم عشان العيان ما يهربش مني ما يقولش عليا خايب. انت مش خايب انت حمار يعني الواد لسه بقول لك اهو ستيب 1 وكشفك والدنيا زي الفل وزي الفل خالص انت بداله بايه؟ قمت بداله بمنيوم دوزنج هيلد ستيرويد ليه؟ عشان الواد يتحسن بسرعه فيقول لك الله عليك يا دكتور. ما هيقول لك الله عليك يا دكتور وبعد ما خد البخيتين وتحسن يقوم عامل ايه؟ مش مكمل ده؟ احب اقول لحضرتك ان بعد الاكيوت تريتمنت او الريسكيو تريتمنت علاج مستشفى الطوارئ اي ستيب من الاستبدال ده هي حتى لو الوقت اتحسن لازم يكمل على العلاج 3 شهور. وضمن المصايب اللي حضرتك اصلا ما بتنبهاش على الام وبالتالي الواد بيضيع منك ليه؟ يعني الواد كان ماشي على سادة ابسط بتاع بنتال بخلت البنتال دي اللي هو ماشي عليها دي بخلتين الصبح وخلاص حلو؟ فلما قالت لك لا الواد اتحسن الحمد لله ما عادش بيكح ولا التزييق دي خفت خالص ربنا يبارك للدكتور فاحنا عملنا ايه؟ وقفناه. اصلها كورتيزون يوليه بيتا 2 اجنست مش كورتيزون مش دي. فمعلش يا بخاخه تبقى كورتيزون هي كده بص هي كده بخاخه كورتيزون مش دي. فبخاخه كورتيزون بقى ما توقفها له. على فكره احب اقول لك ان دوره حياه الايزينوفيل في الدم 3 شهور. فتاثير الايزينوفيل في الدم مستمر لمده 3 شهور. فلو انت ما حافظتش على النتيجه اللي انت وصلت لها هتتلب بقى جون هجمه مباغته دلوقتي. فجأة تلاقي الواد دخل منك في ايه؟ اكزاسربيشن والدنيا رجعت تلاقيه تاني. عيل ماشي على اي ستيب هيفضل مكمل عليها كام شهر؟ ثلاثة. فابدا يا عم تدريجي وزيد ما استجابش اقول له خلاص تجي لي كمان اسبوع واشوفك تجي لي كمان اربع ايام واشوفك. وتبدا تقيم حالتك. الموضوع على فكره ما فيش فيه ما هياش هندسه انا بس عايز اوصلك النقطه دي. ما انت مش بتبني عماره اللي هو واحد واحد يساوي اثنين. الحاجات دي كلها زي ما قلت لك في اول فيديو خالص الحاجات دي بتبقى بعين الدكتور. انت شايف الحاله دي مستدعيه زود ان الحاله دي كانت مستدعيه ان انا اقلل لو رحت لواحد تاني تلاقي راي تالت. واضح؟ ده كل اللي عايزك تعرفوني عن موضوع البرونكيا ده هو موضوع تقيل جدا. هخطف منك كده كمان خمس دقايق كده في النهايه اتكلم على موضوع متعلق برضه بالبرونكيا الازمه جدا اسمه اكيوت برونكيولايتس وبه اختم. ايه بقى اكيوت برونكيولايتس؟ لان ليه هتحطها في نفس الفيديو؟ عشان اقارنها مع البرونكيا الازمه بتاعتي. الاثنين واقفين من بعض جدا. يعني ايه اكيوت برونكيولايتس؟ قول لي انت كده. يبقى في التهابات فين؟ في البرونكيوس. حلو. لو عايز تتكلم عليها كلمتين، ايه حوارها؟ هي مشروحه عندك شرح طويل مفصل ولكن هو لو انت فاهم مش هتحفظ كتير. اكيوت برونكيولايتس. افهم يا جدع. ده عيل اصغر من سنه، خلي بالك من الكلام. عيل اصغر من كام؟ من سنه، بتاع البرونكيا الازمه كان من سنه كام؟ خمس سنين. عيل اصغر من سنه وجاي لي باول مره الفيرست ويز. خدت بالك التاني كان المثلث بيقول لك ايه؟ عيل من سنه خمس سنين جاي لك ريكرنت، لكن ده جاي لي باول مره جاي له ويز. بلس او ماينس ريسبيراتوري ستريس بدرجاته. ماشي. مفيش هيستوري للأتوي لكن في هيستوري لأذر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. بس مش خاصة. عيل جاي لي من سنة الأم بتقول لي الواد أهو بيكح وصدره بيزيق. بيكح صدره بيزيق أول مرة يا حاجة؟ أول مرة. حد في العيله عنده حساسيه وتبدا تعرض اشكال الحساسيه؟ لا. حد من اخواته او انت او حد في الحضانه او في المكان اللي انت بتسيبيه فيه كان عنده دور برد وبيعطس وبيرشح وحد بيبوسه؟ ترى الدنيا كلها بتعطس وبترشح، يعني كان في ابر سبيراتوري تراكت انفكشن. ليه؟ انا بس خلي بالك اصلا السبب الرئيسي للاكيوت برونكيولايتس هو ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. وممكن شويه الفيروسات بتاعت الابر سبيراتوري بقى، يعني ممكن تلاقي ادينو فيروس ماشي. ممكن تلاقي عندك اللي هي بتاعت البرا انفلونزا فيروس. يعني اي فيروسات ثانيه ممكن تكون شغاله معاك. لكن اشهرهم مين؟ ريسبيراتوري سنسيتيال فيروس. طب الريسبيراتوري سنسيتيال فيروس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انفكشن. فهيحصل ايه؟ هيحصل انفلاميشن وكلام من ده فهيحصل نفس سيناريو البرونكيال ازمه. يعني ايه البرونكيولز بتاعت حضرتك بقت ايه؟ عباره عن ايه يا دكتوره؟ ممرات ضيقه
نتيجة الانفلاميشن بقى او الانفكشن اللي حصلت، فبدا يحصل التهابات في الجدار، فبدات برضه تدخل الهواء لكن ما تخرجوش. حلو جميل. فلو جيت احكي لك بقى السيناريو بتاعنا العبيط وقلت لك ايه هي السيمبتومز الاعراض، فانت قلت لك ما دي الاعراض. حلو. طب لو قلت لك ايه هي الساينز، طب ما برضه ما عليك قلت لك فين يا عم؟ سفيت الموضوع كده ليه؟ ده الموضوع مهم على فكره، بس انت سفيت لان انت كل قايله قبل كده. هو ايه الساينز؟ نفس الساينز بتاعت مين؟ نفس الساينز بتاعت البرونكيا الازمه، مش الهواء داخل ما بيطلعش، انسبكشن بالبيشن بالكشن اكسبكتيشن نفس الكلام. طب تعالى هعمل الواد ده انفستيجيشن ايه؟ تعالى نعمل انفستيجيشن. هنعمل انفستيجيشن زي ما عملنا في البرونكيا الازمه. عايز تعمل سي بي سي؟ اعمل سي بي سي، بس المره دي ده فيرال انفكشن. يعني بدل ما تلاقي زينوفيل هتلاقي في عندك ليكوسايتس، ليكوسايتوسس، ومعاها بالاخص ليمفوسايتوسس. ماشي. هتعمل اي بي جي؟ نعمل اي بي جي نفس الحوار. زياده الاكسجين؟ لا، نقص الاكسجين وزياده السي طبعا عامله اسيدوز. عايز تعمل اكس راي؟ اعمل اكس راي، هتلاقي هايبر انفليتد تشيست، ممكن تعمل حاجه اسمها امفيزيما بقى مليان هواء على الاخر. كل الكلام ده كلام غلط. طيب عايز تدخلني في ديفرنشال دايجنوز؟ سهله، مش داخل كويز. خش يا عم دخله في حاله اللي هي الديفرنشال دايجنوز بتاع الويز، سواء السنجل او الريكورد. ولكن هنا اقف معاك وقفه صغيره واقول لك تعالى كده قارنها لي بالبرونكيا الازمه، يعني قارن ما بين الاكيو والبرونكيولايتس والبرونكيا الازمه، ايه الفرق ما بينهم؟ ها مالين؟ الاكيو برونكيولايتس عيل اصغر من سنه، ده عيل اكبر من سنه، ما هو من سنه لخمس سنين. حلو. الواد ده عنده هيستوري اوف اتوبي اللي هو بتاع البرونكيا الازمه، لكن ده عنده هيستوري اوف ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يعني دي انفكشن. حلو. الاثنين دول كان بيقول لك اعراض ايه؟ بكحه ودزنيا وويز، لكن هنا كان سنجل ويز اول ابيسود اول مره، انما ده ريكارنت، ريكارنت ويز. حلو. انا بتكلم على الفروقات بس. سي بي سي كنت بتلاقي هنا في زياده في الوايت ديسيز وخصوصا الليمفوسايتوسس، انما هنا كنت بتلاقي في زياده في الايزينو فيه لانها كانت انفلاميشن مش انفكشن. حلو. ده اكيد معاه فيبر، ده معهوش فيبر. ماشي. يعني ده غالبا هيكون معاه فيبر حتى لو لو جريد فيبر، لكن ده معهوش فيبر. ايه تاني؟ اكس راي نفس الكلام، اي بي جي نفس الكلام. حلو. هتيجي تبص على حاجه بقى غريبه قوي ومميزه جدا. ادي للواد ده برونكو دايليتور، الواد ده هو بتاع البرونكيا الازمه، جود ريسبونس للبرونكو دايليتور جدا. سبب دي له سبب كده تلاقي الواد فك شيكت في الستيب 1 بس قالها من شويه. انما الاكيوت برونكيولايتس ده انت لو اديته برونكو دايليتور هيفرق؟ هو السبب انت مش بتعالج الاسباب. اذا الواد ده باد ريسبونس ممكن يستجيب برونكو دايليتور بس فيري باد ريسبونس او نو ريسبونس، لكن ده فيري جود ريسبونس للبرونكو دايليتور، وهو ده كلمه السر. يعني انت لو عايز تخلص الليله دي، ده الكلام ده الجدول ده النظري جميل ظريف، انما لو حضرتك ليك انت في العياده عيل بصدره بيزي، انا عايز اعرف هي اكيد برونكيولايتس ولا برونكيا الازمه، عندك حاجتين، الويز دي اول مره ولا ريكارنت؟ اثنين، اديله برونكو دايلتر. فك يبقى هو في الغالب برونكيا الازمه. طب ما فكش يبقى اكيد برونكيولايتس. واضحه؟ يبقى ده كده عرفت الايه؟ ديفرنشال دايجنوز. هتعمل تريتمنت ايه؟ ايه التريتمنت اللي انت عاوز تعمله؟ اهبط معايا. بص يا باشا، مش الواد ده معاه ريسبيراتوري ديستريس؟ اه. يقول لك لو ريسبيراتوري ديستريس لو جريد واحد او جريد اثنين ولا اي حاجه، انت هتعمل في البيت هوم تريتمنت. ده لو ايه؟ جريد واحد او جريد اثنين، ما انت عارف يعني ايه ريسبيراتوري ديستريس جريد واحد اثنين. انما الواد ده امتى اعمل له هوس بيتاليزيشن؟ يلا يا باشا قول. اقول ايه؟ قول الفيديو الاولاني، قول الفيديو الاولاني، امتى دخل الواد ده المستشفى؟ لما الواد اتهد. فاكر لما كنا بنقول كلمه اتهد؟ الواد اتهد، اتهد وهد اهله معاه. الواد اتهد وهد اهله معاه. اتهد كان فيه ايه؟ كان فيه ابنيه، كان فيه توكسيميا، كان فيه هايبوكسيميا، كان فيه ستريس جريد 3 وجريد 4، وان الواد بور فيدنج، وان الواد اهله معلش قادرين يتعاملوا معاه، كل الكلام ده احنا قلناه في الفيديو الاولاني. ده امتى دخلوه المستشفى؟ صح؟ طب لو كملت بقى وزودت عليه، طب امتى خرجه؟ امتى اعمل له خروج؟ اكتب له على خروج من المستشفى. لسه ما اتكلمتش انا هعمل ايه في المستشفى، بس انا بس بألف لك. امتى اعمل له خروج من المستشفى؟ لو العكس، ابني اتحسنت، اكسيميا اتحسنت، الهيبوكسيا اتحسنت،
الاستريس رجع تاني على الجريدز او ارتفع خالص، ان اهله خلاص علمتهم ازاي يتعاملوا معايا وايه الدواء اللي هيديهم له. اعكس اعكس، ما تحفظش كتير. طب ايه اللي انت هتعمله في المستشفى؟ طب ما انت ايوه كالعاده اكسجين وايه؟ فلويد. الواد ده هياخد اكسجين وفلويد صح؟ وحاجات اخرى. لازم احط الواد على الاكسجين، احط الواد على الفلويد. ايه بقى كمان؟ ممكن تدي الواد اهو برونكو دايليتور، ممكن على استحياء. ليه؟ لان زي ما قلنا هو باد ريسبونس للبرونكو دايليتور، لان القصه مش برونكوس باز عشان الحساسيه، ده هو برونكوس باز عشان ايه؟ عشان الانفكشن. طيب مش هي الانفكشن غالبا فايرال، يعني ادي انتي فايرال هتبقى الحاله فيري سيفير. حاجه اسمها ريبا فيرين، ريبا فيرين ده انتي فايرال قوي. طيب ادي للواد ده اهو استيرويد اخاف. دي استيرويد لو كان فيه كرونيك انفكشن او كرونيك لونج ديزيز. سوري كرونيك لونج ديزيز. ليه اخاف من الاستيرويد؟ لان فيه فايرال انفكشن، فانا ممكن يعمل فليرنج اب، يعني يزود العدوى بتاعت الواد يضيع الواد. فلو هتدي استيرويد غالبا لازم تدي معاها انتي فايرال عشان حاجه تشيل حاجه. ممكن تحتاج انك تدخل الواد ده اهو ميكانيكال فنتليشن برضه في الحالات ايه؟ الفيري سيفير. خلاص الواد فيري سيفير ديستريس درجه 3 او درجه 4، فيحتاج ميكانيكال فنتليشن. ولكن اخاف قوي برضه من الميكانيكال فنتليشن في الحاله زي دي. ليه؟ ما هي اللنج منفوخه على الداخل، مش انت بتدخل الهواء وما بتطلعوش؟ اخاف الميكانيكال فنتليتور ده يبقى عنيف شويه فيدخل هواء تحت ضغط عالي فيقوم بوم مفرقع لي الرئه ويدخلني في حاجه اسمها لوموثوراكس او بلوى سودا من الحاجات دي. فخلي بالك انت هتاخد من كومبليكيشن الاكيوت برونكيولايتس دي، انه لو دخل على الميكانيكال فنتليشن مشهور جدا يعمل لك حاجه اسمها نوموثوركس او هواء داخل جوه الرئه. فخلي بالك قوي، اذا العلاج بتاعنا كله علاج كونزرفاتيف. يعني ايه؟ يعني حضرتك هو اصلا مش هي عدوى فيروسيه، هي بتاخد وقتها وبتعدي، تبقى سيلف ليمتد، ولكن انت بتبقى مخلي بالك من الباب احسن يخش منك في الاسبارات والاستريس 3 و4 فيضطر ان انا اوديه على المستشفى. عارف ان الفيديو تقيل ولكنه فيديو مهم. الى هنا شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.